اخبار الاهلي في ترند الاهلي النهارده وايه اللي اتكتب على النادي في السوشيال ميديا. ابتدي بالوطن سبورت وحسابهم الرسمي على تويتر، واللي بيقولوا ان في قلق بسبب اصابه علي معلول قبل مواجهه الانتاج الحربي. احنا خلاص اكدنا لحضراتكم من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان ان علي معلول جاهز لمواجهه الغد، وطبق الرؤيه الفنيه خاصه بالمدير الفني بخصوص اشراكه في المباراه او لا. خلينا نروح لحساب مبتدا على تويتر، واللي بيقول كمان وبيأكد ان غياب معلول يجبر موسيماني على تعديل الخطه امام الانتاج. هم هنا كانوا بيتوقعوا ان علي معلول هيغيب، لكن الواضح ان بنسبه كبيره جدا علي معلول هيكون متواجد في قائمه الفريق اللي هتخرج خلال دقائق من دلوقتي، ولو خرجت في اي لحظه اكيد هنقولها لحضراتكم. فهم هنا كانوا بيتوقعوا ان علي معلول لو مش هيلعب يعني هيبقى متواجد ايمن اشرف كظهير ايسر، وبالتالي يدخل ياسر ابراهيم جنب بدر بنون في هذه المباراة، لكن طبقا برضو للمعطيات والأخبار الجديدة إن علي معلول موجود. وده اللي بيقوله كمان حساب الأهلي دوت كوم على فيسبوك، واللي بيقول أنباء صرع عن علي معلول بعد إصابته في مران الأحد، وقالوا إن الإصابة بسيطة وده حقيقي، وهي كانت عبارة عن كدمة مش قوية قوي، فبالتالي إن شاء الله اللاعب ممكن يكون متواجد. طبعا الحديث عن علي معلول لازم يبقى كتير، لأنه هو أحد أبرز نجوم النادي الأهلي في الحقيقة، ولاعب مؤثر جدا وركيزة أساسية في تشكيل النادي الأهلي. فبالتالي لما يبقى فيه إصابة حتى لو خفيفة لعلي، فالكل بيحاول يتابع مدى تطور هذه الإصابة ومدى جاهزية اللاعب للمباراة المقبلة، لكن احنا طمننا حضراتكم بخصوص هذه الجزئية. لكن نرجع للوطن سبورت على تويتر، واللي بيقولوا ان مروان محسن خارج مباراة الأهلي امام الانتاج الحربي، وده هيكون لو مروان فعلا بره القائمة اللي هتعلن خلال دقائق هيبقى بسبب ان مروان مش جاهز بدنيا لهذه المباراة. مروان طبيا خلاص اصبح جاهز، كورونا مشيت من عنده خلاص تمام، مفيش اي حاجة، لكن بإذن الله هنشوف ايه اللي هيحصل. ولو تم استبعاد مروان هيبقى بسبب عدم الجاهزية التامة لخوض اللقاءات مع الفريق. طيب نروح لبوابة الأهرام، واللي بتقول كواليس جلسة بقاء صلاح محسن في الأهلي، والكلام كان كتير جدا بخصوص هذا الجانب. وبمناسبة الخبر ده أنا عايز أؤكد على حضراتكم إن خلاص أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي انتقل لفريق سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وبالتالي برضو صلاح محسن هيكون موجود، مفيش أي مشكلة خالص، وما أعتقدش الله أعلم اتجاهات إيه، لكن الأقرب إن صلاح محسن ممكن يكون موجود وهيبقى مكمل مع النادي الاهلي، لان انت هتبقى محتاج كل لاعب الفتره اللي جايه اللي هيبقى فيه ظروف طبعا كورونا وظروف استثنائيه احنا بنمر بيها، وفي عدد كبير من البطولات والتحديات اللي الاهلي بياخدها. فبالتالي صلاح محسن موجود مفيش اي مشكله، ولاعيب مميز. وبالمناسبه مستر بيتسو موسيماني مقتنع باللاعب، يعني شايف ان قدراته جيده، محتاج ممكن يكون يطور نفسه في بعض الجزئيات دي، امور فنيه بقى خاصه بالمدير الفني واللاعب. يعني حساب يلا كوره على تويتر وبيقول ان بقاء صلاح ومروان بين صفوف الاهلي بيأكدوا الخبر وسر مستند بادجي، بيتكلموا عن ان صلاح خلاص موجود. مروان اصلا يا جماعه لم يطرح امر خروجه من النادي الاهلي على سبيل الاعاره لحاجه المدير الفني لجهوده، لاعب جيد مميز ممكن يكون في بعض الفترات مش موفق، لكن يبقى لاعب جيد مروان محسن ولاعب دولي. لكن هنا كمان بيتكلموا على مين؟ على مستند بادجي، ان يقال طبقا للخبر ان امير توفيق اتفق مع بادجي لما تم استبعاده من القائمه ان هو يمضي، ان استبعاده من القائمه دي بموافقته وبرغبته، مفيش اي مشكله خالص عشان ما يحصلش اي ازمات او حاجه. والراجل في الحقيقه كان متفاهم جدا في امر خروجه من النادي الاهلي واعارته لاحد الفرق التركيه تحديدا انقره يعني، فبالتالي الامور طبيعيه جدا مفيش اي مشكله يعني. ومسؤولي النادي الاهلي بيعرفوا يتعاملوا في مثل هذه الملفات بشكل احترافي جيد جدا. بوابه الاهرام حسابهم على تويتر بيقولوا بعد الثلاثيه محمود كهربا يبحث عن انجاز جديد مع الاهلي، ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. كهربا ماشي بخطى ثابته، اهداف كل مباراه بسم الله ما شاء الله، مستنيين منه كتير كمان، متفائلين واثقين فيه جدا جدا جدا. هنا بيتكلموا على تحدي خاص بكهربا هو انه يبقى هداف الدوري هذا الموسم، ما اعتقدش ان كهربا حاطط التارجت ده او الهدف ده بالنسبه له كحاجه اساسيه اكتر من الاهداف الجماعيه للفرقه وحصد الالقاب المختلفه، لكن ليه لا ما يبقاش هداف الدوري، خصوصا ان هو عنده اربع اهداف دلوقتي من هو لعب مع الاهلي خمس مباريات تحديدا، غاب عن مباراه بسبب كورونا، فقدر ان هو يحرز اربع اهداف وساهم في هدف اخر. فنتمنى كل التوفيق طبعا لنجمنا محمود عبد المنعم كهربا، احد ابرز اللاعبين في صفوف الفريق خلال الفتره الحاليه. هروح لفاصل بعدين نكمل فقرات الحلقه، يلا بينا.